بالعودة إلى خبر قصف النظام السوري لمستشفى في مدينة العتارب، ينضم إلينا من إدلب مراسلنا خالد الإدلبي. أهلا بك خالد معنا، هل من تفاصيل إضافية حول هذا القصف وإلى أين وصل عدد الضحايا؟ نعم سرمد، ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 7 مدنيين بينهم امرأة وطفل وعامل في مستشفى المغارة في مدينة الآثار. طبعا هذا الاستهداف يعد هو الاستهداف الأول منذ عدة أشهر لنقطة طبية قامت قوات النظام صباح اليوم باستهداف بوابة المستشفى ومبنى المستشفى ب4 قذائف هون. هذا الاستهداف أدى إلى إصابة أيضا 15 بينهم 4 من كوادر المستشفى و11 مدنيا. 7 من هذه الإصابات هي إصابات خطيرة، أي عدد الضحايا قابل للازدياد في أي لحظة بحسب الأطباء في المنطقة. طبعا قوات النظام أيضا جددت استهدافها لمنطقة جبل الزاوية وقامت أيضا بمحاولة التقدم على محور العنقاوي في سهل الغاب. قالت فصائل المعارضة أنها قامت بالتصدي لعملية التقدم. تقوم الآن فصائل المعارضة بالرد بقذائف المدفعية على مصادر النيران في منطقة الفوج 46 شرق مدينة الأتارب. أيضا قوات النظام قامت باستهداف محاور منطقة جبل الزاوية جنوب إدلب، وأيضا قامت باستهداف محيط الفوج 46 بالرشاشات الثقيلة. طبعا هناك قامت إدارة المشفى بإخلاء المستشفى وإعلانه خارج عن الخدمة بسبب الأضرار الحاصلة في المستشفى والتخوف من إعادة استهداف المستشفى. طيب خالد، يعني هل من نشاط عسكري حول المستشفى يعني بحيث تصبح هدفا عسكريا لقوات النظام؟ نعم سرمد، المستشفى في منطقة مدنية بحتة، لا يوجد أي مقر عسكري أو أي تواجد عسكري في محيط هذا المستشفى، لكن الأطباء قالوا أن قوات النظام في الفترة الماضية أي قبل عدة أشهر قامت باستهداف محيط المستشفى أيضا بقذائف المدفعية. بين الحين والآخر تقوم قوات النظام والميليشيات الموالية لها باستهداف النقاط الطبية لمنع وصول أي جرحى من الاستهدافات الأخرى إلى هذه المستشفيات. من إدلب مراسلنا خالد الإدلبي، شكرا جزيلا لك.